الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwana musulmai barkanmu da sake haduwa a cikin wannan littafi mai suna Haqqul Mubin, littafin hadisai ga ɗaliban Islamiyya. Insha Allah a yau za mu ɗaura daga hadisi na 45. الحديث الخامس والأربعون حديث نارب إن دبير عن أبي هريرة عن كربودة أبي هريرة رضي الله عنه ألا يرددشي قال يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمنشن الله ستبتع أدريش يتشي من غدا إلى المسجد دوك وان دي سمكوزوا مسلاتشي أو راها كوكما يمتشي أعد الله له في الجنة نزلا الله زي ما ستتلون وانما سوكي أجدان الجنة كلما غدا أو راها دوك لوكا چندي سمكو كوي يمتشي. رواه البخاري ومسلم. بخاري دا مسلم نسوك رويتو. الحديث السادس والأربعون حديثنا 46 عن عبد الله بن عمر عن كربودة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يرددسو قال يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمنشن الله ستبتع أغريش يتشي صلوا في بيوتكم كي صلى أتكين جدا جنكو واتو نافلا ولا تتخذوها قبورا كدا كوريكيسو سزمك مركب بربرا. رواه مسلم. مسلم نيرويتو